قصة هذا الرجل قصة عجيبة. في يوم من الأيام كالعادة ننتظر أتت إلينا جنازة في مغسلة الموتى، فلما وضعناه على ذلك الكرسي الذي يغسل عليه الميت، ولا يخفاكم أن الرجل إذا أتي به من الثلاجة إلى المغسلة يؤتى به وهو ملفوف بخرقة بيضاء، خرقة بيضاء لا يظهر من حاله شيء، إلا أن هذا الرجل لما كشفنا عن وجهه قد تشأمنا منه شرا. فلما كشفنا عن وجهه تبين لنا أن وجه هذا الرجل أسود وتعلوه الظلمة، وقلنا لعل هذا لون بشرته. فلما كشفنا باقي الجسد بعدما سترنا العورة تبين لنا أن لون بشرة هذا الرجل بيضاء، وأن سواده يبدأ من عند منطقة النحر إلى أعلى الرأس. فتشاءمنا منه شرا، وقلت لإخوتي وأصحابي في المغسلة أنا لا أغسل هذا الرجل حتى أتبين من حاله هل هو يصلي أم لا. فقالوا لي الإخوة إذا انتظرت حتى تسأل عن حاله فقد تفوته الصلاة، وكان وقت الصلاة قريب. فقلت أجل، قلت غسلوه أنتم. فلما غسلوه وكان ضعيف الجسم نحيل الحال، فتفاقل على أنفسهم ولم يستطيعوا أن يغسلوه إلا بشق الأنفس. فلما غسلوه وكفن وصلي عليه ثم ذهب به إلى المقبرة. فحدث هناك حدث غريب، لما وضع في اللحد وصف في اللبن وأهيل التراب عليه وسوي بالأرض، فجأة حدث هناك حدث غريب، حدث عجيب، أنه لما كنت واقفا على ذلك القبر تحرك ذلك القبر، وفجأة تغيرت أحوال ذلك القبر، ففجأة حدث ما لم يكن بالحسبان، انخسف ذلك القبر ودخل داخلا. فوقفنا مذهولين أمام ذلك الموقف، فقلت لعل سواد وجهه له شأن في ذلك الموقف. فقلت لأصحابي اذهبوا واسألوا عن حال ذلك الرجل لعله لم يكن يصلي. فلما ذهبوا الإخوة وسألوا عن حال ذلك الرجل فقالوا ما حال صاحبكم؟ فقالوا إن صاحبنا كان طيبا وكان كريما وكان رجل معطاء. وقلت لأصحابي لا تسألون عن ذلك بل اسألوا عن صلاته. فقالوا إنه كان يصلي، كان من أصحاب الصلاة، وهو الآن مقصر في صلاته، وأنه يشرب الدخان، وأنه رجل حليق للحيته، وأنه مسبل لإزاره، وأنه فيه شيء من الكبر. قلت لا أريد هذا كله، لكن أنا أسأل عن صلاتي على أن ما قلتم فيه شيء من كبائر الذنوب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فقلت لهم حدثوني عن حال وفاته لما وافته المنية. فقلت لهم قبلها هل مات عندكم في البيت أم مات في المستشفى؟ فقالوا لا بل مات عندنا في البيت. فقلت حدثوني عن حاله، فقالوا إنه جلس 3 أيام يشاهق بالروح فلا تخرج، والله إنه لينهق كما ينهق الحمار فلا تخرج روحه. فتذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حال هؤلاء، في حال ذلك الرجل الصالح، أن روحه تخرج كالقطرة من في السقاء، وأن روح الفاجر والكافر تخرج كالسفود المبلول بالماء، تنزعها الملائكة نزعا بالكلاليب. ذلك حال استدعاني أحد الأخوان اللي المليون ريال عنده تعتبر ريال واحد، أو المليون دينار تعتبر عنده دينار واحد، استدعاني بأن أغسل أبوه. قلت طيب فين تبغى؟ هذا كلمني بالجوال، فين تبغى نغسله؟ قال عندي يا شيخ تغسله في القصر عندي. قلت ما يعني ما تغسله في المغسلة؟ قال لا ما تغسله في المغسلة. طيب حاضر. حضرت عليه قلت وينه؟ قال نايم في المقلط. جهزت معدة الغسل كل شيء. قال يا شيخ؟ قلت نعم. قال خذ هذا الكفن نبغاك تكفنه في يدي. ايش يكفن؟ قال هذا الكفن كفن في كفن، ما نبغى الكفن حقك الدود هذا، ما نبغى وطالع في الكفن يا اخوان، واذا هو حرير المتر ب600 ريال، كفن حرير المتر ب600 ريال. قلت ما كفن.
إذا كان الحي يحرم عليه الحرير فكيف بالميت؟ 600 ريال متر يما لجي أكفنه في 20 متر مو في أولى؟ في ناس مملكين يأكلوا أولى بها. قال أقول لك يا شيخ أنت جاي على كيف، أنا مش على كيف. قلت لا يا حبيب أنا جاي على كيف ربنا مو على كيف. نعطيك إلا تبي. قلت والله ما تقدر لا أنت ولا أموالك كلها على أجري، ولا أموالك كلها على أجري، ما تقدر على أجري، ما تقدر على أجري، ما تقدر على أجري. قال طيب فصلوا لنا ونحن نسوي. قلت ولا فصلوا هذا الكفن مرة ولا أقرب. الساعة واحدة في الليل تبغون نلحق الفجر ولا خاذ ميتكم سبوا سووا على كيفكم، تحملوا أثم. قال طيب، قال طيب فضل مين حيساعدني؟ قال ايش يساعدك؟ قلت مين حيساعدني غسل أبوه؟ قال عندك اثنين في البنيات واثنين خدم. قال أقول لك يا شيخ هذول اللي بيساعدوك تبغى ولا بلاش؟ قلت لا والله أنا لوحدي، أنا لوحدي، أنا بس ذكرت كده عشان تكسبون الأجر، لكن أنا لوحدي أغسل، لكن أنا لوحدي أغسل. انظروا الشاهد في هذه القصة يا أخوان، دخلت لقيت أخونا في الله الرجل هذا مجسبي شرشف مغطى على سرير غرفة 6×8، البلاط أكرمكم الله أشاهد وجهي فيه من لمعانه، غرفة كلها يعني مرمر أشوف وجهي فيه. تخيلوا إذا أنا أشوف وجهي فيه يعني معناها ما في ولا حشرة حتخش على الميت هذا، حشرة حتخش على الميت هذا. وأول ما كشفت على الميت كنت أصاب بجلطة، تمالكت نفسي لأن هذا الشغل لله سبحانه وتعالى وقواني الله سبحانه وتعالى. ماذا رأيت؟ ماذا رأيت؟ رأيت هذا الرجل الكبير في السن الميت والنمل يغطيه من فوق ولتحت، والنمل يغطيه من فوق ولتحت. شفت هم ترمي شوية حلاوة في الأرض ويتلم عليها النمل، ويتلم عليها النمل، لم يظهر منه ولا جسد مقدار سنتي من النمل، ولا واحدة نملة ماشية في الأرض، ولا واحدة نملة ماشية في الأرض، كلها في هذا الميت، كلها في هذا الميت. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ كيف يا جماعة؟ تخيلوا كيف أغسل هذا الميت وكل نمل، نمل نصه أصفر ونصه أسود، نمل نصه أصفر ونصه أسود، وهذا موجود برا. هذه النملة النصف أصفر ونصف أصفر صغيرة جدا، أول ما تقرص البني آدم تلتف على نفسها تصير زي الكورة وتموت. تخيلوا هذا المنظر، تخيلوا هذا المنظر، كيف أتصرف في هذا الميت؟ ماذا فعلت؟ إلهام من الله سبحانه وتعالى، كلمت السائق حق الإسعاف عندي يخش يعاوني، وأتيت بقطن في ماء وسدر وسديت أنفه وأذنه وفمه، حتى النمل كان يدخل ويخرج يتمشى من أنفه وأذنه وخشمه، يعني شيء شيء معقول لا يتصور العقل. سديت هذه الفتحات وأتيت بنفس الفرشة حقة المي وشلته وغطسته في البانيو، غطسته في البانيو، قام النمل كله طفى على الآلة وسحبنا الموي وجينا مرتين ثلاثة لغاية ما نظف هذا الميت من هذا النمل. رجعته تاني للدكة عشان أبدأ في الغسل، ثم الفكينا في الأخير في ثلاثة أربع حبات طلعوا من هنا مسكناهم بالمنديل. الشاهد في هذا الكلام يا أخوان، الشاهد في هذا الكلام يا أخوان، الشاهد في هذا الكلام وهذا المكان 6×4 6×8 ما في ولا شيء، ونظافة بشكل إنك ما تنام تقول على الأرض. بعد ما كفنا ودفنا سألت أقرب الناس له، إيش قصة هذا الرجل كبير في السن وأولاده رفضوا يخشوا يغسلون معاه، ورفضوا حتى كمان يدفنوه يكفنوه بهذا الكفن. ماذا تتوقع من هذا الرجل؟ ألم تسمعوا؟ ألم
أو تقره. إن رضا الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من رضا الوالدين. رضا الله من رضا الوالدين. رضا الله من رضا الوالدين. كان هذا الميت يضرب أمه. كان يضرب أمه. تخيل. إيش تتوقع من عقوبة من الله؟ إيش تتوقع عقوبة من ولد عاصي يضرب أمه وأبوه؟ ماذا فعلوا فيه الأبناء؟ حتى الدخول على غسله رفضوا من حقدهم وكرههم على أبوهم. رب فيهم الحقد والكرهية. وكانت الأم يأخذون أولادها الآخرين ويودونها للمخبر تشتكي هذا الأب. تقول أبدا ما ضربني. شوفوا قوة الأم. تقول أبدا ما ضربني. تدافع عن ولدها حتى وكدمات الضرب في وجهها. تقول ما ضربني. تدفع عن ولدها. ما تبغى ولدها فلدت كد. اللي حملته 9 أشهر إنه تشوفها قدامها مواهب.